رجعنا نحن وياكم لبرنامج شرفتوني مع معالي وزير السياحة الأستاذ إلي ماروني، الفنان الكبير رومي لحود، بوسينا النصر، وأنا أكيد كلنا سوا موجين معك ست صباح، منحبك ونقدرك وبخدمتك على طول وقت اللي بدك. بوسينا النصر إعلامية سعودية مميزة، أنت كمان كنتوا بالبيت عندكم مميزين مثل ما قلتي لي بالنسبة لتسمعوا الفن وتقدروا الثقافة. ست صباح كنت تقولي أنه كانت موجودة عندكم بكل أناقتها بالبيت. صحيح. بالمملكة العربية السعودية، كيف؟ صحيح، بالذات في جيل الوالدة الله يحفظها، ما كان وقتها في مجلات ولا كان في اللي هي يعني عروض الأزياء مثل ما هي موجودة على الفضائيات الآن وكذا، فكانت سيدة صباح ينتظروها جيل والدتي. كان في تلفزيون مثلا في كل الحارة، في تلفزيون واحد بيروح يتجمعوا بيرسموا الفستان وهن بيخيطوه وبيفخروا انهم لبسوا فستان مثل الصبوحه يعني. فكانت طبعا هي مثال وقدوه كازياء وكاناقه لعقود، وانا نفسي تلهمني ايضا ليومها. الصبوحه ظلت ولا تزال يعني مثال الانوثه، مثال الحياه، ملهمه لكل سيده. حلو كتير بوسينا. على كل حال، من الموضوع اللي عم تحكي عليه عن الأناقة رح نشوف نحن وياكم لو سمحت روبورتاج وبنرجع منعلق. كلهم بيعرفوا انه صباح فنانة كبيرة، مش بس بالصوت، بالأناقة وبالطلة. الناس كلها بتروح تشوف صباح، بتشوف صباح بس بتركز أكتر شيء انه شو لابسه صباح. عندها كثير كاريزما، عندها كثير حضور، وشكلها وجهها او شعرها او لبسها، حتى الميك اب اللي كانت تعمله قبل ما انا صرت اعمل كان يلفت لي نظري كثير، جرب اتعلم منه شيء. كان في مهرجان بكان وبتطلع صباح ملكه الاناقه بين 150 ممثله اجنبيه، كانوا كلهم اجانب. صباح كل عمرها جريئة بتيابها، كل عمرها الكل بينطرها شو بتلبس وكل بيلحقها. بتتفاجأ أوقات إنه صباح هالقد بتحب الأشياء اللي كتير جديدة وبتفهمها وبتستوعبها. ما بتقرره صباح، بتعيشه، يعني هالشغله موجوده بطبعها، مش صباح بتيجي بتقول انا بدي البس فستان تبين حلوه، صباح هي بتبين الفستان. الا ما اكون عم بعمل موديل يعني بستوحيه من صباح، يعني اوقات برسم موديل بقول بدي نزله بالكوليكسيون لانه هذا الفستان لصباح. في مجموعات، في الوان كثير، في فرح كثير، وفي تفاؤل، وهيدا الشيء يمكن قدرت انا اخده واتعلمه من مدرسة الصبوحة. يا حلوة لبنان، يا حلوة لبنان، يا حلوة لبنان. شو هالأناقة هيدي؟ يعني اللي حكيوا عن الكاريزما، اللي حكيوا عن الأناقة، اللي حكيوا عن طلعت ملكة بين كتار. أنا خلقت هيك، بحب اللبس، كانت عمتي خياطة، دايما إلا اعملي لي هيك واعملي لي زنار ضيق واعملي لي مستعمل مثل ما بدي، هي من المدرسه. وبعدين المصممين اللبنانيين لازم يتكرموا بصراحه، ويليام خوري كان اهم مصمم، وغسان هلا يعني غسان انطونيوس ايه، فهو ملبسني الفستان هيدا، يعني كلهم بدهم تكريم، وحتى نيكولا سعيد وهي بيحكي عن الكاريزما، عن حضورك، كلهم بيحكي مش هيدا الفستان اذا بيلبق لصباح، بيشوفوا صباح وبعدين بيعملوا فستان من وحي الشكل يلي بيشوفوه، المضمون، الكاريزما، الحضور تبعك. بعدي مع الاجيال كمان كلها، يعني بعدهم بحبوا الصبوحه وبحبوا يلبسوا مثلها وشعروا. نيكولا جبران كنت عندي حفله بابو ظبي وقدم لي فستان، كان عامل عرض، كان بعده صغير، قدم لي فستان اخضر، ومن وقتها مش حاله ومش حال. ست صباح، انت رح تبقي حلم كثير من المصممين والمزينين، واليوم حبينا نحقق حلم صبيه حابه تلبسك فستان من عندها. هالفستان غالي عليها، رح نشوف نحن والمشاهدين هلا هالفستان لمصممه ازياء صاعده، وهي حصلت على المرتبه الثانيه بميشن فاشن، اليان زياده. رح نشوف على المسرح الفستان المقدم لإليك، هالفستان لإليان زيادة حازت عليه بجائزة LCDA العالمية، وهو غالي كتير عليها
وحبت تقدمه للست صباح رح نشوفه على المسرح. برافو. رائع عم شوفوا قدامنا لست صباح من إليان. إليان من هنيكي على الشغل الحلو، من هنيكي على الذوق الحلو كمان. انت يلي فكرتي بالست صباح، حلمك اليوم تحقق، نتمنى كل احلامك تكون حقه يا إليان. هذا الفستان رح يكون لك ست صباح، وبتصور اللون مثل ما عم شوفوا كمان اللون اللي بقلك كثير كمان. اللي لبسته احلى مني. نعم اللي لبسته. لا انت حلوه كثير، بنعرف تواضعك ست إليان. أحب ست صباح إليان سلم عليك وتشكرك. ست صباح بتدعي لك بالتوفيق، أهلا وسهلا فيك. تحبي تقولي شيء إليان؟ بقول لها ميرسي كثير لصبوحة وبيلبق لها جرح. بيلبق لك، شكرا إليان، موفقة. صبوحة رح نكون احنا وياكي هلا بالفقرة الثانية وهي الطبق البارد أو الكولد ديش. البارد اللي هو الكولدش عم شوفه قدامنا ست صباح، مع انه الجلسه دافيه كثير، يعني عكس ما هو الكولدش. كولدش بتبرم هيدي، يعني الفقره بتصير انت المحاوره، يعني انا وياك رح نجرب نحاورون. امبارح كنت انا وست صباح اخذت كثير معلومات عن ضيوفي اللي موجودين انتم معنا اليوم، بتحبكم كثير وبتقدركم. اول شيء انه بعلبك في ناس بتغني لبناني وفي تراث، ليه ما عم تجيبوا يعني لبعلبك؟ ان شاء الله بوجودك هلا بانه بتتم هالقصه. في ست نجوى كرام، في عاصي الحلاني، كلهم بغنوا حلو. انا اجتمعت مع لجان المهرجانات بكل لبنان وطلبت منهم اول شغله انه يلبنوا لبنانيت كل المهرجانات، لانه لما بندعي العالم ان كان مغتربين او سواح ليزوروا لبنان فيجوا على مهرجان لبناني، لانه نحن عندنا فن بنفتخر فيه، عندنا فنانين بنشوف حالنا فيهم، فلذلك طلبنا اللبناني ومطلبك سيستجاب. لانه كمان الفنان ما في عيش بلا سياحه، لا عندنا بترول ولا عندنا شيء. طبعا بعلبك لازم ترجع لاصله. هذا سؤال كل لبنان انه برايك